بدنا نعرف لإمتى راح يستمر هذا المنخفض الجوي أستاذ خالد؟ صباح الخير. صباح الخير أختي ساندرا، صباح الخير لجميع، صباح الورد، صباح الخير لجميع المشاهدين. يعني حابين أستاذ تطلعنا عن الحالة الجوية، كيف راح تستمر بهذا اليوم وبعطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، يعني عشان كيف الواحد بده يقضي عطلته ومع الأعياد بتعرف كيف، فبدنا نعرف كيف الأجواء وشو توقعاتكم إن شاء الله. يعني زي ما تحكي تأثرت المملكة بمنخفض جوي، نعم، ثابت مركز صوت جزيرة الكبرى أثر خلال ساعات الليل وساعات الفجر من هذا اليوم، رافقه كتلة هوائية باردة. اليوم متوقعين يكون في انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء راح تكون باردة وغائمة ومطرة في الشمال ووسط المملكة. متوقعين خلال الساعات القادمة أنه تمتد تساقط أمطار ليشمل أغلب المناطق. متوقعين هذه الهطولات أنها تكون غزيرة على فترات خاصة في الشمال والوسط والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، مصحوبة أحيانا بالبرد والرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل سيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المطار والأمطار. الرياح راح تكون شمالية غربية نشط سرعة مع حبات قوية أحيانا، راح تصير الغبار في المناطق الصحراوية. في ساعات الليل راح تكون الأجواء تبقى غائمة وماطرة بين حين والآخر في مختلف مناطق المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانا، الرياح بتكون غربية نشطة السرعة. طبعا بنحذر من خطر انزلاق على الطرقات اثناء هطول المطر، كذلك خطر تشكل سيول في الاوديه والمناطق المنخفضه ومناطق تجمع المطر والامطار، كذلك خطر شده سرعه الرياح والهبات القويه المرافقه لها، خطر تدني مدى الرؤيه الافقيه بسبب الغيوم المنخفضه الملامسه لسطح الارض خاصه فوق المرتفعات الجبليه، وكذلك خطر تدني مدى الرؤيه الافقيه بسبب الغبار خاصه في المناطق الصحراويه. هذا بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم وخلال النهار وخلال ساعات الليل. أما اليوم غد الجمعة إن شاء الله متوقعين أجواء باردة وغائمة جزئيا، تبقى عندنا فرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة ليوم غد لسقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة. اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر بتميل الأجواء إلى الاستقرار، ومتوقعين في ساعات المساء والليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في الشمال ووسط وجنوب المملكة، الرياح راح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. طبعا بالنسبة ليوم السبت الأجواء راح تكون باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. نعم أستاذ خالد، يعني ما بعرف لو في عندكم تحذيرات وتنبيهات للإخوة والسادة المشاهدين والمواطنين من الحيطة، من أخذ الحيطة والحذر بسبب هذه الأجواء وبسبب هذا المنخفض. يعني احنا بنتمنى من الاخوة السائقين اخذ حيطتهم وحذرهم اليوم اثناء قيادة مركباتهم والناس اللي بتخرجوا من المنازل، انه ينتبهوا من خطر انزلاق على الطرقات اثناء هطول المطر، كذلك خطر تشكل السيول في الاوديه والمناطق المنخفضه ومناطق تجمعات المياه والامطار، وحاولوا قدر الامكان الابتعاد عن هذه المناطق. نعم. كذلك بالنسبه لخطر شده سرعه الرياح اليوم والهبات القويه المرافقه لها، كذلك خطر تدني مدى الرؤيه الافقيه بسبب الغيوم المنخفضه ملامسه سطح الارض خاصه فوق المرتفعات الجبليه، وكذلك خطر تدني مدى الرؤيه الافقيه بسبب الغبار في المناطق الصحراويه. شكرا أستاذ خالد سلامين من دائرة الأرصاد الجوية. إذن المنخفض رح ينحصر بكرة تقريبا يعني بعد الظهر، فكل الأشخاص سيتوخوا الحيطة والحذر إلى انحصار المنخفض، وأكيد بعد وقت رح نعرف تفاصيل حالة الجو يوم بيوم.